الآن في الفلي ماركت اللي هو بسموه سوق البراغيث، يعني طبعا سوق البراغيث اللي هو معناته إيش؟ سوق الخردة. هاي سوق الخردة المشهورة فيها يافا، في ناس كثير ناس تيجي عشان تشوف سوق ال... هاي علا، شو رأيك سوق الخردة؟ أنا خردة معبود نورة، تمام نورة، هيك تفرجي، تعال ندخل هيك نشوف ايش الاشياء الحلوة الموجودة عندهم. هاي الاشياء الحلوة الموجودة في سوق الخردة. بدك كندرة نورة؟ عبود بدك كندرة اشي؟ لا؟ ورنين ما بدك كندرة؟ بدك فستان يا رنين؟ جيب لك فستان؟ اشتريت كندرة على العيد؟ عبود ما اشتريت كندرة على العيد؟ هذه أشياء كلها. هذه هون احنا هلا في سوق الخردة الفري ماركت تاع يافا. هاي احنا هون في الفري ماركت. طيب يلا